مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع تقدم. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رحيم بيه. عارف القرآن ده أحسن حاجة تريح الميت. اسألنا أنا. عقبال العايشين ما يرتاحوا هم كمان. فين ده يا رحيم؟ في الحفظ والصون. ايه؟ عايز تقول لها حاجة؟ لا، أنا عايز أقول لك أنت إنك بتعرف تعمل أي حاجة اليومين دول بس علشان أنا مش فاضي لك. وأنا مستنيك لما تفضى. أنت إيه اللي جابك؟ جاي أعزي. في واحدة كانت عشرة عمر. أو المفروض إنها كانت عشرة عمر. بس الكلام ده بقى قبل ما تخوني الأمانة اللي أنا اديتها لها زي ما أنتوا كمان خنتوها. آه، عشان كده بقى قتلتها. قول، ما تخافش، قول. أنت تعرف عني يا عمدة إني لو قتلت هخاف أقول. وبعدين اقفل الموبايل اللي أنت بتسجل لي بيه ده علشان عيب. أسجل مين؟ اصلا ما فيهوش مساحه، اصله مليان بفيديوهاتي انا وداليا. الله، ما تصلوا بينا على النبي كده يا جماعه. احنا نصفي النفوس ونستعيذ بالله من الشيطان اللي دخل بينا. واحنا عمرنا تلمينا اللمه الحلوه دي الا لو كان الشيطان فيها، او خلاص مات واندفن. تصدق عجبتني. يعني نعلق كل المصايب على شماعة اللي راحت وفي الآخر نحضن بعض ولا كأن في حاجة حصلت؟ ده إيه الحلاوة دي؟ لا لا لا، تاخذنيش يا رحيم، أنا ماليش دعوة بالقصص والروايات دي، إحنا إخوات. وأنا قلت لك أخويا، اللي هتطلبه مني هنفذه لك، حقك. طب وأنت نفذت اللي طلبته منك؟ بجهزهم لك أخويا. بجهزهم لك أخويا؟ مالك بتهر كده؟ ما تجمد شوية، في ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة احنا مالناش في الحاجات دي، احنا نقعد مع بعض ونتكلم واللي عنده حاجة يقولها. أنا اللي عندي تقال. أشوفكم العزاء الجاي إن شاء الله. البقاء لله. مراتي وبنتي يا رحيم. هي وصلت بيك الندالة انك تخطف مراتي وبنتي؟ انا ما خطفتش مراتك وبنتك، انا خلصتهم من ايد اللي خطفوهم. مراتك وبنتك دول بنت ومرات صاحب عمري. مش الواد اللي لسه خارج من شوية ده اللي انت بعته يقتل أمينة؟ أمينة تستاهل الموت ألف مرة. وليه ما قلتليش؟ أكيد كنت هتكشف حاجة انت مخبيها عليا. الورق. أنا بعت الورق لأمينة بعد ما خسرت كل حاجة. ملقتش لا انا ولا مراتي ولا بنتي فلوس حتى ناكل بيها. لقيت أمينة بتتصل بيا وعايزة تقابلني. أنا كنت رايح عشان أقتلها. لقيتها بتستقبلني بشيك وباتفاق. قالت لي إن في واحد من اللي كانوا شغالين معاك في تهريب الفلوس بيدور على ورق. عزت منصور؟ ما قالتليش على اسمه. هي كمان ما تعرفش أهمية الورق ده. الحكاية كلها إنها بعت ورق قصاد فلوس. وأنا كمان كنت عايز أقف على رجلي من تاني. والورق نفسه ما كانش له أي أهمية.
طول ما انت في السجن، واحنا كلنا كنا عارفين انك عمرك ما تطلع منه. وما قلتليش ليه وقتها لما خرجت؟ ما كانش نفسي تخلص كده يا صاحبي. وانا كمان يا رحيم ما كنتش عايزها تخلص كده. لكن يا صاحبي اللي عاش عشتنا لازم تبقى دي النهاية. يا واطي يا كلب! حلمي! شايف! انت مجنون! يا واطي! انت كويس يا شم؟ ليه كده يا حلمي؟ ليه؟ بجيب حقيبة انت يا رحيم! طب وحقي زياد؟ حقي زياد انا اللي هجيبه يا رحيم! لا يا رحات! كفاية دم! وحقي زياد يا رحيم! حق زياد هنجيبه، بس من غير دم. الو احمد بيت ديب، خد بالك من حنان وريم، حنان وريم ورحيم.